بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين هذه السياح القديمة، نسأل الله يغفر لكل من رحلوا عنها وسكنوها يوما من الدهر ويبارك في أعمار الأحياء، في قرية الأنصاب شمال تنومة حنا الآن أمام أحد أضخم أشجار الرقاع في تنومة، رقاعة قرية الأنصاب. طبعا معنا في هذا التقرير ضيفنا الدكتور بروفيسور أحمد بن سعيد بن قشاش الغامدي، عالم النبات المعروف، ومعنا الأستاذ محمد بن سعد الكناني، نائب قرية الأنصاب. الله يحييكم جميعا. بالنسبة للرقعة فهي تعتبر من الأشجار المعمرة القديمة في المنطقة، وتتميز بكبرها، كبر محيط الساق، كبر الأفرع، لو تركت لكانت أكبر من هذا الحجم وهذا الجزء اللي نشاهده، ولكن مضايقتها للمنازل والبيوت لجأوا الآباء والأجداد إلى قص الفروع للأطراف الأفقية. نعم. طبعا مقر للقوافل من زمان، منذ مئات السنين، يذكرون الحجاج الباكستانيين واليمنيين والعمانيين كانوا يجون ويجلسون تحت الشجرة أثناء جيتهم لأداء مناسك الحج وأثناء العودة. من ضمن الأشياء اللي ذكرها لنا الوالد رحمه الله وغفر الله ذنبه وماتنا وماتكم جميعا، كان جنود الدولة العثمانية في ذاك الوقت كانوا يجلسون هنا، كان مقر إقامتهم هنا أغلب الوقت إذا جو. نعم، إذا جو سواء متجهين للشمال أو متجهين للجنوب، فكان مقر إقامة. طبعا الأهالي، من ضمن الكلام، الأهالي كانوا يهربون يطلعون الجبل للاختفاء. من الشيخ السعدي عندما كان يقيم دروسه الدينية في هذا المكان يجتمعون بالمئات الأشخاص، وكان يعطيهم الدروس الدينية ويقيم في المسجد في الخلف هنا، خلف البيت القديم هذا مكان إقامته، وفي اليوم التالي يقيم دروس جديدة في نفس المكان، ملتقى من جميع الجهات، المنطقة الشرقية أو جهة النماص أو الظهارة أو تنومة، كل من يتجه لهذه المناطق لابد أن يقيم تحت هذه الشجرة استراحة. استراحة تعتبر استراحة. نعم، مثل الاستراحة. يعني طريق الحج من هنا يمر من القرية هذه، طريق السلطان من جنب البيوت الحج، فكانوا يبقون يرتاحون هنا بالساعات أو بالأيام والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقعة أو الرقع في المعجم العربي مشهورة، والرقعة تحريف يسير، وتعرف بالرقعة هنا في تنومة والنماص، وتسمى من هنا من عسير واتجاه الجنوب التالقة أو التولق في اليمن، وتسمى طيق في جبال ظفار وطيق في سقطرة، ويظهرنا محرفة عن الطالق أو التالق، وفي الغالب هذا اسم معجمي فات المعاجم تدوينه لأنه قديم ومنتشر من هنا من جنوب المنطقة إلى أقاصي جنوب الجزيرة العربية، اللي هو التالق. اللي هو التالق رقع هو الاسم المذكور في المعجم العربي. هي شجرة معمرة وضخمة، تنبت عادة منابتها من 900 إلى 1800-2000، يعني تنبت برية من تلقاء نفسها، ترتفع حوالي 3 متر تقريبا أو متر ونص، ثم تفرع تفرعا أفقيا بقطر يصل أحيانا إلى 45-50 متر بين الطرفين، ما بين الطرفين يعني كل فرع عليها أنت كم؟ وإلى 45 متر في مكانها. هذا عندنا في غامد، ولعل نقف عليه إن شاء الله. من قديم الزمان كانوا، يعني هذه ظاهرة قديمة جدا، تقتلع من أماكنها الطبيعية وتزرع حول المساجد أو في الأسواق لتوفر الظل للناس اللي يجلسون تحتها، لأنه كان تعقد تحت الاجتماعات وتفضل خصومات والنزاعات في الأسواق أو حول المساجد حيث تزرع. مظلة ربانية. ذكر أبو حنيفة الدينوري أن كانت تقام تحت الأسواق، هي والأثب وبعض الأشجار والجميز، الأسواق الكبيرة هذه يعني التي كسنا أمس 30 متر تقريبا أو حول 30 متر في آل سودة، هذه حول 21 متر، ولو لا انها تقص زاد طولها عن هذا، يعني طول قطرها عن هذا الموجود الان 21 متر، لكن لا تلاحظ البيوت تحيط بها من كل جهه فاضطروا الى ان يقصوها. والجذور هذه لو تلاحظ انه فيها تجدد، فيها حيويه الان، جذور هذا من الجذور المتجدده، مثل الجذور اشبه بالجذور الهوائيه، هي عاده تنزل جذور هوائيه وكان هذا جذر هوائي لكنه لاصق بالجذع، وفيها تجدد وفيها حيويه ووضعها متحسن الحمد لله، بدليل هذا الجذع تلاحظ انها غطت على فيه مظاهر هرم قديمه
غطت عليه بهذه الجذوع. هذا نوع من التجدد الحيوية لهذه الشجرة. هذا جذر قديم جدا لو تلاحظ عليه متآكل من فوق، وهي عادة ما ترسل جذورها في باطن الأرض إلى مسافات قد تزيد على 1000 متر. 1000 متر؟ قد تزيد عن 1000 متر. وهذا في قرية في رقة عندنا في قريتنا أرسلت جذورها وهي يعني من مسافة إلى الوادي. الوادي المسافة ما بين الجذر الرقعة المسافة تزيد عن 1000 متر. ومن هناك حفر الآن جهات الوادي وجدوا جذور ضخمة، فما في رقعة في المنطقة إلا هي اللي جذور رقعة طبعا، لما شجرة تعمر أكثر من 1000 سنة. وأنت يا أبو شهد تقول لي وصلت وين؟ نعم تقريبا إلى خلف البيت اللي أمامنا، يعني تقريبا الآن ربما 400 متر. يا شوف الموقع هذا، شوف هذا نوع من التجديد. هذا التكوير، هذا التكوير، هذا نوع من التجديد والحماية. تبغى تك ما يعني يعني أثار الزمن، شوف أثار الزمن عليها واضح هنا، فقاعدة الآن تجدد نفسها. يظهر خرو الناس وجرتهم وتوفر الماء هنا وقلة الضغط عليها والطرق، لأن إحنا صغار كنا نطرق على جذع الشجرة بكثرة ونجرحها نعمل فيها جروح كثيرة، لأنها تفرز مادة صمغية بيضاء ناتي لها من النهار الثاني ونجدها قد جفت ونتخذها علك وعلك لذيذ. سواء أن الناس كانت تتسابق على ثمارها يعني صباحا ومساء ليأكلوا ثمارها اللذيذة الخضر، لها ثمر، هذا الثمر الآن لم ينضج بعد ولكن ينضج تحول إلى لون أخضر مصفر طري وهو لذيذ ومشبع جدا ومشبع جدا. يعني كثير من الطيور، كثير لا تحصى أنواع كثير من الطيور تراها دائما على تاوي لهذه الشجرة، والخفافيش أيضا بأنواعها تاوي لها، فهي توفر مأوى وغذاء لكثير من الأحياء البرية. يذكرون أنها من الأكل اللذيذ المرغوب لدى الجمال، سبحان الله العظيم. كذلك كما ذكرنا خلايا للنحل ويعمل منها الصحاف أيضا، والقدور الصحافية الصحاف الضخمة التي يصنع فيها العيش كانت تتخذ من سيقان هذه الشجرة ومن جذوعها المعقولة، ليس مثل هذا الجذع يعني. هل الارتفاع من فوق يؤخذ من القياس من ارتفاع متر ونص؟ أنا بمسك من هنا. أي تمام. طيب. 27 سنتي. إيه. حقت شايفة السودة من نفس القياس 46 سنتي. طيب 27 سنتي. إيه. يعني فعلاً أضخم من حق. أضخم إيه. أضخم من. رأي ورقعتها السودة. السودة أيوة. طيب. كان يقاس عمر الشجرة بإدخال مسبار إلى قلب الشجرة. أيوة. إلى الطرف الآخر ويسحب منها الحلقات وتعد الحلقات ويعرف عرم الشجرة، لكن هذا قد يعرضها للتلف أو الموت، أنك تدخل إلى القلب جسم غريب، وقد يدخل أشياء غريبة وقد تدخل حشرات وقد تؤذي الشجرة. فوصلوا إلى دراسة جديدة أنه مقياس محيط الشجرة تستطيع أن تعرف عمرها، لأن الأشجار تنمو معدل من معدل 2 سنتي في البيئات التي يزيد المطر فيها عن 1500 ملي سنويا إلى 5 ملي سنويا. في الغالب المناطقنا اللي متوسط الأمطار فيها من 200 إلى 300 ملي سنويا، هنا لا يزيد عن المعدل هذا، تقريبا معدل نموها 5 ملي، قد ينقص وقد يزيد في السنة الواحدة. لكن هذا المتوسط أي في السنة الواحدة، هذا المتوسط أي هو 5 ملي، تزيد يزيد محيطها 5 ملي. بل لا عجب من ذلك أنه في أشجار مثلا قصتها قبل 10 سنوات وتأتي بعد 10 سنوات أكيسها وأجدها صفر، يعني أجد نفس المقياس ما تغيرت، فيظهر أن الشجرة تصل إلى حجم معين وتقف، فما عادت يعني تتوسع ما عادت تنمو. فهذا أيضا تقريبي المقاس، هذا قد تكون أكثر عمرا وأطول عمر وربما تكون أقل بحسب يعني ظروف المناخية في عبر السنوات. نعم. سنة تجي مطيرة وسنة لا ينزل قطرة مطر برا عبر السنوات، يمر 7 سنوات أحيانا ما يجي مطر. 27 نضربها في 100 عشان طلع سنتيات. اي طلع 720. طيب قسمها على فاصلة 5 1440 من الهجرة النبوية، تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم. وطبيعي طبيعي ان تكون يعني الرقع بهذا الحجم من ذلك العصر، الناس موجودين في هذه الارض من الاف السنين. صحيح. فيحتاجون للظل ويحتاجون للاشجار ويحتاجون بعض الناس، كل كثير ما سألت عن أشجار الرقعة الضخمة أو الأشجار الأخرى الضخمة يعطونها من 300 إلى 400 سنة تقديريا كبار السن، لكن ليسوا على يقين، يعني ليس هناك، لم أجد رقعة مورخة إلا رقعة وادي ظهر شمال صنعاء، في رقعة هناك مورخة ب 700 سنة هجرية أنه زرعت قبل 700 عام يعني وهي ضخمة وهي أصغر من هذه بكثير، يمكن على النص من هذه. سبحان الله. أي نعم. طيب طريقة القياس هذه يعني شيء مسلم به عند علماء؟ أيوة كثير معروف الآن مسلم به. طيب الطريقة هذه يمكن استخدمها لأي شجرة ولا لأي شجرة؟ لا معظم الأشجار سوى الكل، هما فنموها سريع.
يعني كلهم دقم الغراب في تعز محيطة 32 متر. إذا قسنا هذا يطلع فوق عمره فوق 6500 عام. لكن العمر الذي قدروا العلماء مكتوب في لوحة هناك وهم علماء ألمان علماء نبات قدروا ب 3500 سنة. يعني لم يكتم جذورها بصبات أو خرسانة أو أسمنت كما فعل برقعة الحدب عندنا في غامد أو رقعة الحوية في قنا. حيث يعني عبث بأصلها وجذورها وكتمت بسفلت أو رصف أو كذا فأدى هذا لفقد العمليات الحيوية بين التربة والجذور فسرع بموت الشجرتين. عجيب. بعضهم يقول شجرة معمرة كذا ولو كانت معمرة هناك ما هو أكثر مثل هذه الشجرة ومثل رقعة السودة ورقع كثير في مناطق يعني برية ضخمة جدا أضخم من هاتين الشجرتين ومع ذلك لم تسقط ولم تمت لأنه لم يعبث بها. تسليط الأضواء الباهرة وقفل المسامات التربة على جذوع الشجرة يؤدي إلى هلاكها وموتها. لاحظ الدكتور وجود النباتات هذه مثل مشط الذيب أو قلص الذيب هذه الدخان الكاذب شوف هنا هذه التبغ ايوه شوف ايضا لاحظت شبارقة شوف هذه ياسمين نبتة ياسمين صغيرة قان ايوه تربة طبعا تربة خالية ايوه يتجمع فيها تربة وكذا لان فيها مسامات كثيرا ما يظهر في الرقعة فراغات حتى ان الفراغات هذه تاوي اليها الثعالب تاوي اليها الضباع في بعض الرقع فيه في فراغ كبير جدا تاوي حتى الضباع والثعالبين نعم وتتخذهم أولها والثعابين كذلك وكذلك الأشجار في المناطق المرتفعة شوف زي الشبارقة فوق وش ماذا تعمل هذه الأشجار ترسل خاصة إذا كانت من الفصيلة التينية تنمو أنا لاحظت مرة شجرة أثب نابتة في رقعة في جهة وادي لجب ومنزلة جذورها من الرقعة فشجرتين في شجرة واحدة والرقعة نفسها هذه الرقعة كثيرا ما تنبت متطفلة على شجرة أخرى وتنبت في هذه الفراغات وتنزل جذورها كما نزلت هذه شوف هذه الجذور الجديدة وتتحول شجرة وقد تقضي مع الزمن على الشجرة العائلة الشجرة الأصيلة اللي نبت عليها وتبقى هذه حية آلاف السنين. طيب. شوف هذا عرق حديث لأنها تطرق جذور وضعها طيب هذا نعم شوفوا هذا العرق الصغير ايوه لا زال فيها نشيطه شباب نشيطه اي نشيطه سبحان الله وضعها ما شاء الله ما شاء الله عليكم وهذا نشوف عروق جديده فهي قاعده تمشي يعني الحمد لله أيوة. طيب بالنسبه للجذوع اللي قد يبست الان يا ابو سعيد لك وصيه حولها شيء والله يا اخي انا دائما هذه سواء كانت الرقعه او غيرها من الاشجار وخاصه العرار ان القمم الناميه او الجذور اللي عفوا الفروع اللي تيبس تقص لأنها تكون موئل أو ماوى للحشرات وللفطريات وللطفيليات بأنواعها وهذا يضر الشجرة ككل تقص تستخدم حطب تستخدم كذا بدل حتى نوفر أيضا استيراد الحطب هذه الآن سنوفر ملايين الأطنان من هذه الأشجار اللي نقصها يعني زي الفروع هذه رياضتها المفروض تقص المفروض تقص أول بأول ما تترك لأنه موئل الآن لكثير من الحشرات أكلات الخشب أبو سعيد الكعرمة هذه وش الكعرمة هذه يمكن فيها جزء يابس فهي تغطي عليه مع مرور مئات السنين تغطي عليه وتحتويه مثل لاحظ الآن هذه الفتحة هذه كانت قديمة أيوة. شوف هالفتحة هذه شوف قاعد ينمو من هنا ويرمو من هنا سيأتي مثلا بعد 50 سنة 40 سنة وتجد هذه الفتحة أغلقت إذا كانت شجرة حيوية ونشيطة وشابة أيوة. تستطيع أن تقفل هذه المسامات اليابسة وتغطي عليها وتصبح بالداخل وتصبح جزء من جذع الشجرة أي نعم لصقة جروحنا كما قال الشاعر يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللي حقه جزاك الله خير ابو شذا وكثر الله خيرك وجزاك الله خير ابو سعيد اياك وياك ونشكر لك انت اهتمامك بالاشجار وتعنيك التنقل من مكان الى اخر يعني كل مره نجدك في ارض تسجل وتصور وتوثق والله ينفع بك وبعلمك وياك والله ما حرك الا مثلك وشرواك الله يجزاك خير معك لو ما لقينا ناس يحفظون على النباتات ويعلمون ويدلون ما تحمسنا كل منا على ثغره الله يحفظك سبقني الدكتور بالثناء والشكر لك يا ابو احمد لانك من حقيقه يعني من المهتمين بالمنطقة والأشجار والآثار فلك منا جزيل الشكر واجب أسعد واجب وأجمل الفرص زيارة الدكتور الله يسعدك نحن أسعد شجرتنا المعمرة